موجزا لأهم وآخر الأخبار، أهلا بكم. أفاد آمر غرفة عمليات السلاح الجوية التابعة لما يعرف بعملية الكرامة محمد منفور جمعة بتنفيذ ضربات جوية على مواقع مجلس شورى درة وفق زعمه. من جانبه قال المتحدث باسم المجلس محمد المنصوري في تصريح خاص لتناصح أن الطائرة التي استهدفت منطقة الحيلة شرق درة لم تكن طائرة مقاتلة، مؤكدا أنها طائرة بدون طيار. وأضاف المنصوري أن القصف لم يتسبب في أي أضرار بشرية، موضحا أن قوات المجلس لا تزال تسيطر على كافة تمركزاتها شرق درنة. أكد مركز سبها الطبي استقبال 18 قتيلا و86 جريحا في الفترة ما بين 4 فبراير إلى 5 مايو الجاري. وناشد المكتب الإعلامي للمركز المواطنين بالابتعاد عن الاشتباكات المباشرة، محملا مسؤولية حماية المرضى والأطباء والعناصر الطبية المساعدة للجهات المعنية الأمنية المكلفة بحماية الوطن والمواطن. طالب وزير خارجية الحكومة المقترحة محمد السيالة المجتمع الدولي بدعم طلب رفع حظر تصدير بعض أنواع الأسلحة إلى ليبيا، موضحا أن هذا الحظر أثر كثيرا على قدرات المؤسسات الأمنية في مواجهة الإرهاب وفق تعبيره. السيالة في كلمة له في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في العاصمة الطاجيكية دوشنبه قال أن حظر تصدير السلاح إلى ليبيا بحجة التخوف من إذكاء الفتنة واستعمال السلاح في إشعال الحرب الأهلية أثر كثيرا على مقاومة العمليات الإرهابية، مضيفا أنه يأمل في دعم مطلب حكومته من مجلس الأمن لاستثناء بعض أنواع الأسلحة والمعدات اللازمة للحرس الرئاسي وخفر السواحل وقوة مكافحة الإرهاب. قال عضو المجلس الأعلى للدولة محمد معزب أن المفاوضات مع مجلس النواب المنحل توقفت وقد تتجمد في حال إقدام المجلس على سيناريو انتخابي رئيس مؤقت قبل إتمام بنود اتفاق الصخيرات. وأضاف معزب في تصريحات لوكالة سبوتنك الروسية أن اللقاء الذي جمع بين خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس مجلس النواب المنحل عقيلة صالح في المغرب تم الاتفاق فيه على تشكيل لجان مشتركة لاستئناف المفاوضات بين الجانبين، وذلك من أجل البدء في وضع الآليات اللازمة للمراحل المتتالية التي نص عليها اتفاق الصخيرات، إلا أن صالح تراجع عن الاتفاق بعدما عاد إلى ليبيا وقال أن اللقاء لم يكن رسميا. قبل الختام مشاهدينا الكرام، ننوه إلى اللقاء الخاص مع قيادات عملية البنيان المرصوص الذي سيبت على تمام 10 مساء. إلى اللقاء.